اختتمت يوم أمس بطولة المرحوم مايك ماروكي بكرة الطاولة، والتي أقيمت في صالة الفوج الرابع للسريان بمدينة القامشلي، بالمباراة النهائية والتي جمعت بين اللاعبين شربل حنو ورامي إبراهيم، حيث فاز باللقب اللاعب شربل حنو وبنتيجة 4-3. في نهاية المباراة تم توزيع جوائز البطولة على اللاعبين. الجدير بالذكر إن اللجنة الرياضية في الفوج الكشفي الرابع بمدينة القامشلي للسريان نظمت البطولة، وإذاعة أرتا اف ام رعتها وقدمت جوائزها. وأبدى الكابتن رامي إبراهيم الفائز بالمركز الثاني بالبطولة سعادته البالغة بفوز تلميذه شربل حنو في المباراة النهائية عليه. شعور كتير كويس، يعني ما هي أول بطولة أنا عم بشارك، كتير بطولات عم بشارك. طبعا ما في أكيد مفاجأة، يعني الأفضل يأخذ دائما البطولة. شربل أكيد قدم بطولة كويسة، هو طبعا من مثل ما يقول التلاميذ اللي عندنا موجودة، هذا فخر يوم نشوف أنه جيل عم يطلع عم يقدم لعبة حلوة. بالأخير طبعا شكر لإذاعة أرضا إف إم اللي رعت هالدوري، إن شاء الله نتمنى بالبطولات القادمة يصير مشاركة أكبر من هيك. بطولة المرحوم مايك ماروكي شهدت العديد من المباريات الجميلة، حيث شارك فيها عدد كبير من لاعبي مدينة القامشلي، كما أوضح لنا الكابتن داني صليبة منظم البطولة. عملنا نحن الدوري هون عندنا بمقر الفوج الكشفي الرابع للسريان أرثوذكس، دوري بكرة الطاولة البينبون، بلش تقريبا 10 شهر وخلص اليوم. الدوري كان باسم المرحوم مايك ماروكي أبو الياس، وطبعا يعني نحب كتير نشكر إذاعة أرتا اف ام على الدوري لأنه كان برعايتها هي رعت وقدمت الجوائز. وأبدى اللاعب شربل حنو لاعب إذاعة أرتا اف ام سعادته البالغة بفوزه باللقب. لعبته وقدرته اليوم قرب علي، ويمكن بنتيجة كتير حلوة 4-3، وكانت البطولة كتير حلوة. نتشكر إذاعة أرتا اف ام اللي قدمتنا هالجوائز كلها، رعت البطولة بشكل كامل، وشكرا لكم. بطولة مميزة شهدتها صالة الفوج الرابع للسريان الأرثوذكس في مدينة القامشلي بكرة الطاولة. أرتا اف ام لا زالت تدعم البطولات الرياضية. كان معكم عيسى شيخو، صالة الفوج الرابع مدينة القامشلي، أرتا اف ام.